جد ممتازة، وحنا الحمد لله معروف علينا المنتخب المغربي بالروح بالروح وبالأخوة اللي بين اللاعبين ديالنا. حماس الحماس والحماس ضروري الحماس، فنحن نلعبوا على الشعار شعار المغرب الحمد لله نلعب عليه، فضروري الحماس باش نكبروا بالرايه المغربيه ونعطيوا واحد يعرفونا ان شاء الله الجميع يعرفوا بان المنتخب المغربي قوي. بس بغيتوا تطيحوا المدرب حكم وانتم رافعين على العلاء؟ لا ضروري من بعد اي فوز ضروري خصنا نهزوا المدرب ديالنا ونفرحوا به، لانه له من بعد الله له واحد الفضل كبير في التكتيك ديالنا وكيفاش تيسير المجموعه الحمد لله. تنبغي نشكروا منال بن بروز، تنبغي نشكر الجميع الوطنيه تاعي على الدعم اللي عطينا وعلى الامكانيات اللي عطاونا. شكرا. المبروك استاهلونا. متواصلين معكم اعزائي المتابعين والمشاهدين، ناخذ لقطات من صاله الملعب وراجعين لكم